MH370 لم يعد مجرد رقم رحلة، بل بات عنوانا لواحد من أكثر ألغاز الطيران غموضا. ومع دخول عمليات البحث عن الطائرة المفقودة يومها العاشر، أعلنت الخطوط الماليزية عن معلومة تزيد من أصابع الاتهام التي تتجه لقائد الطائرة ومساعده. فإلى جانب تأكيد السلطات أن من اختطف الطائرة يتمتع بدراية تامة بالطيران وعثورها على جهاز محاك للطيران في منزل الطيار، أفادت معلومات بأن آخر رسالة بعثت من قمرة القيادة كانت على الأرجح على لسان مساعد قائد الطائرة. قد لا يبدو الأمر مثيرا للجدل، باستثناء أن ما قيل في هذه الرسالة كان حسنا تصبحون على خير. وبانضمام كازاخستان لعمليات البحث، وصل عدد الدول المشاركة فيها إلى 26 دولة. وفيما ستتولى كازاخستان البحث في الجانب الشمالي الغربي من منطقة البحث، أعلنت السلطات الأسترالية توليها المنطقة الجنوبية النائية من المحيط الهندي، بعد تأكيد السلطات أن الطائرة سلكت أحد مسارين يمتدان على مساحة واسعة تبعد آلاف الأميال عن مسار الرحلة الأصلي. أولهما يتجه شمالا من شمال تايلاند إلى حدود كازاخستان، والثاني جنوبا من إندونيسيا إلى المحيط الهندي وحتى غرب أستراليا. انتقادات عدة تواجهها السلطات الماليزية حول إدارتها الأزمة، أبرزها من الصين التي يشكل مواطنوها ثلثي ركاب الطائرة. وسائل إعلام صينية اتهمت ماليزيا بتقديم معلومات متناقضة، وأثارت شكوكا عدة حول تقديم السلطات الماليزية لكل ما تملك من معلومات. الهند التي أوقفت عملياتها في البحث بناء على طلب السلطات الماليزية، استبعدت تماما أن تكون الطائرة قد حلقت فوق أراضيها دون أن تلتقطها الرادارات الهندية. أمال الكشف بشكل قاطع عن ما حدث للطائرة تبقى معلقة بالعثور على الطائرة نفسها أو حتى أجزاء منها، وهو ما بات بحد ذاته تحديا يزداد تعقيدا يوما بعد يوم. زين الروابدي، العربية،